يعني في البداية نتمنى الرحمة للشهيد البطل درار صالح، ونتمنى الشفاء للقائد الوطني الكبير أمير الجهاد الإسلامي في الضفة وأحد أهم القيادات الوطنيين الكبرى الميدانيين على مستوى الوطن بأكمله. هذا القائد الذي قدم أبناءه شهداء وعاش حياته مطاردا جريحا في زكاك وحارات مخيم جنين وحارات الوطن. هذا القائد الذي لم يتوانى لحظة واحدة في التضحية والفداء من معارك مخيم جنين وما قبلها وما بعدها، الذي كان يتميز في رسم صورة للوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة في هذا الوطن. اليوم جاءت قوات الاحتلال الصهيوني التي هددت باعتقاله واغتياله مرات ومرات، حاصروه من خلال قوات خاصة صهيونية وقوات اليمام وجيش الاحتلال وطائرات الأباتشي وطائرات الزناني والقناصة في محيط بيته، وعمل دوائر أمنية حول البيت بشكل مباغت وبشكل سريع، ومحاولة اعتقاله. حاول الشيخ بسام السعدي هذا القائد المميز الفرار من قوات الاحتلال، ولكن فوجئ برصاص قاتل كما تحدث الاحتلال وأصابوه في بطنه، وحدثت اشتباكات كبيرة جدا من أبناء هذا المخيم الموحدين فصائل العمل الوطني والإسلامي ككتلة واحدة في الدفاع عن هذا الأمير الوطني الكبير والقائد الفلسطيني الميداني الأول الآن في على مستوى الوطن. فبالتالي من هون من مخيم جنين كل المقاومين، كل المجاهدين، كل المناضلين يحملون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ بسام السعدي، وآن الأوان على شعبنا الفلسطيني أن يقف صفا واحدا وأن لا يترك الساحات، كما نقول مرارا وتكرارا، أن لا نترك لهذا الاحتلال التفرد في الساحات والتفرد بالقادة الأبطار كما حصل اليوم مع الشيخ بسام السعدي الذي نتمنى له الحرية والشفاء.